الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم: كيف نقدر معلمات نموذج غير خطي؟ هذا هو النموذج غير الخطي، وهو عبارة عن دالة إنتاج من طراز كوب دوغلاس، نسميها باللغة العربية دالة إنتاج كوب دوغلاس. المقصود فيها أو ما يسمى كوب دوغلاس برودكشن فانكشن، نسبة إلى العالمين اللذين طورا هذه الصيغة. هي عبارة عن كمية إنتاج في الفترات تي، لاحظوا تي هنا السبسكريبت هذا تي تي، أي الفترات تي الأولى الثانية الثالثة، لدينا 10 فترات هنا سأتحدث عنها بعد قليل. فهذه الكمية المنتجة خلال الفترة تي تساوي إيه؟ هذا ما يسمى بمعامل الكفاءة efficiency parameter أو coefficient of efficiency، ويساوي طبعا مضروب في ال اللي هي كمية العمالة مرفوعة للقوة ألفا. ألفا هذه أقل قيمة لها صفر، وهي أكبر أو تساوي يعني أكبر من أو تساوي صفرا كحد أدنى صفر، لكن لا يمكن أن تكون كمية سالبة. فال للقوة ألفا في الفترة تي مضروبة في كي للقوة بيتا في الفترة تي، بيتا كذلك الأمر تساوي أكبر من أو تساوي صفر، يعني معنى أقل قيمة لها صفر. وإيل إرور الخطأ العشوائي، فهذه الدالة غير خطية، لاحظوا مرفوع القوة ألفا وبيتا مضروبات مع بعضها البعض. فالآن كيف يمكن لنا بواسطة ما يسمى المربعات السرعة الارتيادية التي أصلا هي مخصصة وموجهة وتم تطويرها كطريقة إحصائية رياضياتية لتقدير معلمات نموذج خطي إما بسيط أو متعدد؟ فالآن تعلمنا من الاقتصاد القياسي أن ما يسمى بمشغل اللوغاريتم أو اللوغاريتميك أوبريتر عندما يدخل إلى دالة من هذا الشكل يفكفك الدالة، يجعل أول شيء الأساء هذه الأس يعني القوة تصبح معلمة معامل، وكذلك الأمر بيت تصبح معامل، وتصبح الأشياء هنا مضافة إلى بعضها البعض بالطريقة التالية. لاحظوا الآن هذه هي الطريقة التي كتبتها اللي هي تمثل بالضبط إذا أدخلنا معامل لوغاريتم على هذه الدالة. فبالحالة هاي بكون عندي طبعا لوغاريتم الطبيعي على الطرفين ما يسمى الناتشرال لوغ، الطرف الأيسر بصير لوغاريتم كيو سب تي تساوي اللوغاريتم ل A، لاحظوا هذه A تصبح لوغاريتم A زائد ألفا تصبح المعامل هنا مضروب في اللوغاريتم ل L T زائد بيتا، هذا الآن الإساس أو الأس أو القوة تصبح معامل مضروب في الناتشر لوغ أو اللوغاريتم الطبيعي ل K زائد اللوغاريتم الطبيعي ل معامل الخطأ العشوائي. فإذا لاحظوا كليات الآن إضافات، ليس هناك أشياء مضروبة مع بعضها البعض إلا المعلمات، هذه مضروبة، هذه المعلمة مضروبة في الكمية هاي، هذه المعلمة مضروبة، وبالتالي لأنها ثابت سنقدر قيمته. لنفترض أحبتي بأن لدينا المعلومات التالية الآن عن QT اللي هي الكمية المنتجة. هذه الكمية المنتجة تحققت عندما كانت كمية العمالة ورأس المال كما يلي، لاحظوا الآن الكمية المنتجة 1 5 16 وهكذا حتى انتهينا من 250، عندما كانت كمية العمالة 3 5 7 وهكذا إلى 100، ثم كمية رأس المال 1 2 7 وهكذا إلى 100. فنحن الآن بحاجة إلى تحويل هذه القيم من فضائها غير الخطي، هذه الآن تابعة لفضاء غير خطي، إلى فضاء خطي. هذا الفضاء غير الخطي هذا هو، الآن سنحول الفضاء هذا غير خطي إلى فضاء خطي، وبالتالي هنا سنتعامل معها كما يلي. الآن عدد المعلم عدد المشاهدات لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا الآن عفوا سنضع الماتريكس اللي بدي الآن نستكشفه من هنا، نشتقه من هنا في الموقع هذا. إذا هذا 1 سنضعه هنا، نعمل كوبي، هاي عندي الآن كنترول سي عملت له كوبي، بما أنه هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كنترول طبعا
الآن صار عندي آحاد، 10 آحاد اللي هي بالضبط الآحاد هذه تمثل حجم العينة اللي هو 10. وبالتالي الآن سأنسخ هذه القيم هنا، هذه كنترول أضعها هنا ب، وبالتالي الآن بدي أضع الآن اللوغاريتم هذه خلينا أنسخها يعني كوبي وأضعها هنا أو هنا عفوا ب، وأنسخ اللوغاريتم هذه كوبي أضعها هنا. الآن أجي على الخانة المباشرة عفوا، يعني المفروض أنه هذه أنقلها كلها حتى تكون كوبي أضعها هنا هيك وكلياتها بالمنتصف، المنتصف، وأكبر الحجم إلى 16 وأكون بالحجم السميك هذه كذا كذا. عفوا خليني أنقل هذه إلى الأعلى بس بمقدار خانة واحدة دي الآن، وبشطب هذا الحكي هاي كلير، والآن هذه الواحد 16 وسميك. فإذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، لا في شيء غلط هنا، بدي أشطب هذه وهذه، خلنا نتأكد 1 2 3 4 5 6 7 9 10 مزبوط. الآن عندي 10 خانات، فالآن سأقوم باشتقاق اللوغاريتم بالطريقة التالية. أذهب إلى هذه الخانة، لاحظوا لي هنا هذه الخانة، أكتب تساوي والآن اللي هي اختصار للناتشرال لوغ اللوغاريتم الطبيعي، أفتح قوس، والآن هذه الثلاثة لاحظوا لي الثلاثة اجت في بي 2، اذا ضغطت عليها تعطينيها. عندما اغلق القوس، الان اغلقت القوس، اضغط انتر اعطتني اياها الان اللوغاريتم الطبيعي لاول قيمه. اذا ظللت هذه وضغط على كنترول سي وظللت البقيه للاخير، فالان اعطتني اللوغاريتم الطبيعي لهذه القيم كافه، هذه القيم كافه هذه موجوده هنا. أذهب إلى هذه الخانة، أكتب تساوي الآن اللي هو رقم طبيعي، أفتح قوس وآتي على هذه الآن. لاحظوا لي بعد عندما ضغط على هذه الخانة رأسا هنا أعطاني إنه سي 3، أغلق القوس وأضغط إنتر فأعطاني فعلا الجواب اللوغاريتم الطبيعي الواحد يساوي 0. فطبعا أظلل هذه الخانة، ظللتها كنترول سي عليها أعطتني كوبي. أذهب إلى بقية الخانات للأخير وأضغط طبعا إنتر فأعطتني الآن لوغاريتم الطبيعي لكل هذه القيم. الآن أضلل كل هذه القيم، أضعها في المنتصف، أكبر الحجم 16، والآن أصبح عندي اللوغاريتم باللغة المعتادة هاي الأكس، هو مصفوفة الأكس اللي هي المدخلات. لاحظوا لي هنا الآن variables اللي هو مدخلات الانبوت، هذه الانبوت هنا هذه لازم تكون فقط هذه الخانة وهي الخانة عندي هون، سأوضح يعني فيما بعد إن شاء الله. فهي الآن هذا الآن الأكس ماتريكس. ما المقصود فيه الآن؟ الآن هذه القيم عندما نأخذ منقولها نقولها ونضربها بالطريقة المعتادة التي تعلمنا عليها في المقاطع السابقة، يصبح لدي X transpose X matrix أو مصفوف مصفوفة المنقولة اللي هي يعني المنقولة ضرب المصفوفة الأصيلة تصبح هي X transpose X، ومن هناك نبدأ بعملية اشتقاق المعلومات. سأنتهي عند هذا القدر في هذه الحالة، وإن شاء الله في المقطع المقبل سأتمم هذا المثال. لكن ذكروا أنه هذه المعلمة هذه الآن عفوا الدالة لا نستطيع تقديرها بصيغة الحالية، لابد من تحويلها من فضائها غير الخطي إلى الفضاء الخطي كما يلي. هذا الآن هو الفضاء الخطي، هذا هو الفضاء غير الخطي طبعا. وأول عملية أنني وضعت حجم العينة هنا واحد آحاد، فعندي 10،
وبعدين عملت ما يسمى يعني اشتقيت اللوغاريتم الطبيعي للليبر هذا كلياته هنا. كل يعني اللوغاريتم الطبيعي لهذه القيم هي عبارة عن هذه القيم، واللوغاريتم الطبيعي لهذه القيم هي عبارة عن هذه القيم. ومن هنا أبدأ بتقدير المعلومات ناتشر لوغ بأي ألفا وبيتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله.